ومع مرور 46 سنة على حصول جورجينا رزق لقب ملكة جمال الكون، لكنها ما زالت تحتفظ بجمالها وكأنها حصلت على هذا اللقب امبارح. بس فعلا يا بلال، كيف بدت في لقائها بزميلنا راغب حلاوة ببيروت في قمة جمالها وحيويتها. في اللقاء نتعرف أيضا على المزيد من تفاصيل علاقتها بزوجها ولي التوفيق. First runner up is Miss Australia, Miss Lebanon. Is Miss, would you give her her crown please? على الرغم من مرور 46 عام على اعتلاء الملكة جورجينا رزق عرش جمال الكون، بينت إطلالتها الأخيرة محافظتها على سحرها وجمالها المميزين اللذان جعلها لا تعترف بمرور الزمن. صار لها القصة مش 10 سنين ما هيك دخلها. وكانت جورجينا أول فتاة في الشرق الأوسط تحصل على لقب ملكة جمال الكون في عام 1971، بعد أن توجت ملكة جمال لبنان في عام 1970. طبعا أكيد فخورة فيه. ولم تحصل أي فتاة عربية على نفس اللقب اللي ترى جورجينا يحتاج مواصفات خاصة. هن بينقوا دايما الشخص على طبيعته، على عفويته بالجوابات وقت اللي بيكون في انترفيوز، يعني طبعا لازم يكون في ثقافة معينة، بس العفوية كتير مهمة. مثلت جورجينا الرزق في 3 أفلام وشاركت دور البطولة في فيلم جيتار الحب، وفي 1975 مثلت دور البطولة في فيلمين، فيلم الملكة وأنا والتاني مع فيلم باي باي يا حلوة. يا وردة في حضن النسيم رقصة رقصة. واعتزلت بعدها الفن لتتفرغ لتربية أبنائها. فعلا الناس مشتاقين لي كتير ودايما بلومون ليش ما يعني، بس انه هلا يمكن صار وقتها، خلصنا هلا، الولاد تخرجوا، اللي تجوز تجوز. جورجينا هي زوجة الفنان اللبناني ولي التوفيق، واللي طالما احتفل العشاق بعيد الحب على أنغام أغانيه، فكيف يحتفل الثنائي الشهير بعيد الحب؟ هو دايما بيكون ببلد وأنا ببلد، قليل كتير تحت اللي نلتقى ب14 يعني. لكن جورجينا ما زالت تنتظر السوربرايزز من ولي التوفيق. بدون سوربريز ما في العلاقة، بتصير بايخة، لازم دايما تعمل نشاط وسوربرايز وكذا. وهيدا من ضمن السوربرايزز لهذا الفالنتاين كان إهداء أغنية خاصة لها أمام الجميع. انت الشمس بلون الشمس، شعرك طاير طاير، يا وهج النار بلون النار، قلبي معك انسان. أنا جورجينا رزق، ميس يونيفرس.